خليني اسالك برضو على نقطه يا دكتور، كنا زمان بنسمع عنها انه دايما يقولوا الاب بيكون شديد وبيكون هو اللي بيعاقب والام هي اللي متهاونه واللي بتسمع والحاجات اللي احنا كنا بنسمع عنها طول غلط غلط حياتنا. غلط. عايزه اسالك يا دكتور، هل ده الاصح انه يبقى في حد شديد او ستراكت شويه وحد تاني يكون احن ومتهاون، ولا المفروض انه الاثنين يعملوا نفس الدور ويكون متقسم على الاثنين الاب المفروض والام؟ ان انا وهو او انا وزوجي احنا خلاص متفقين على اسلوب معامله معين، حتى لو انا وهو اختلفنا مش هيبقى قدام الولد او قدام البنت. ماشي. ما ينفعش انا اقول على حاجات وهو يقول عليها لا، فيحصل عند الولد نظريه كده اسمها الاختلاط المزدوج، انا ما بقتش عارف الصح من الغلط، ده بيقول صح وده بيقول غلط، فانا مش عارف الصح فين. لكن لو انا وبابا او الراجل ومراته متفقين على اسلوب معامله معين للاولاد، هيطلعوا الى حد ما يميلوا الى السواء النفسي، إلى حد لانه ما. الى حد ما، لانه في مقوله لفرويد بيقول كلنا يعني على سلم الجنون لكن بدرجات، طبعا طبعا، نقف على يعني ما سلم فيش حد الجنون لكن فينا ما بدرجات، عندوش نوع بس من انواع نسبة المشاكل النفسية. السواء طبعا للاعتلال قد ايه، هو ده اللي بيفرق هو ده مريض المهم. النفس او المضطرب. طب امتى يا دكتور حد يعرف ان هو محتاج لعلاج نفسي؟ يعني ايه المؤشرات اللي بتكون عند البني ادم يحس ان انا محتاج لتدخل يعني بروفيشنال، يعني طبيب؟ لما ابتدي مش عارفة اتعامل مع الناس اللي حواليا، التليفون بيرن انا مش عايزة ارد، الحاجات العادية اللي أنا كنت ممكن أعملها، شاور، أغسل وشي، أهتم بنفسي، مش عايزة ألاقي نفسي في انعزالية نوعا ما. المواقف الصغيرة اللي ممكن تعدي عليا قبل كده أو اللي ممكن تعدي على أي إنسان، أنا بفخمها وأكبرها وأعظمها وأعمل منها مشكلة، يبقى في هنا مشكلة. مؤشرات انه انا بالظبط محتاجة عليك. بالظبط، أنا مضغوطة نفسيا جدا لدرجة إنه خلاص أنا بقيت مضطربة. لو أنا ما اتعالجتش هتوصل لمرحلة المرض، نلاقي بعد صحيح. كده في اكتئاب، الاكتئاب لو ما اتعالجش قدام شوية بيوصل لانتحار، فنلاقي نفسنا المريض النفسي والحقيقة قدامنا بيمر أهمية بمراحل. الدكتور الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي ده مهم جدا جدا. طبعا يعني مش طبعا ناس في كل كتير مجال، في في كل كل مجال، مجال. لأن مش ناس كتير عندها برضو معلومة إنه الطبيب النفسي ده مهم زيه ومش كل زي. المدارس على فكرة حتى فيها أخصائي اجتماعي وأخصائي لا نفسي، طبعا، وأنا كنت عايزة أجي لحضرتك في ما الموضوع بيفرقوش ده. في هل النقطة دي. المدارس فعلا محتاجة يكون فيها أخصائي نفسي؟ يعني أنا بشوف إن ده مش موجود تقريبا يعني في معظم أو في معظم كل المشاكل السلوكية المدارس. والتنمر، احنا شوية وهنخش على المدارس هنلاقي ان معظم هي دي مراية للي بيحصل في البيت، طبعا انعكاس لسلوك الاب والام. الولد او البنت عاملين زي كارت الميموري ابيض، انت بتجيبي للدنيا ابيض، انت اللي بتحطي فيه الداتا، سفنجة بالظبط بتمتص، واي حد يضغط عليها تخرج كل اللي دخل جواها، بقى مخرجات عبارة عن المدخلات اللي دخلت. طيب يا دكتور، لو انا يعني عايزه برضو اسالك كده على حاجه وارجع تاني مع حضرتك لموضوع المدارس لانه مهم قوي، ولكن عايزه اسالك على طفل مثلا عدى بفقد لاهله او لبابا او لمامته او لحد يعني عزيز عليه، ولكن هو لسه مش عارف يتخطى حتى لو وهو كبير، يعني حتى لو كبر الطفل ولكن لسه مش حاسس ان هو محتاج عارف يتخطى النوع ده من انواع الفقدان، بالذات انه كان شخص عزيز عليه جدا. هنا يبدا يعني يعمل ايه مع نفسه او محتاج لايه علشان يحس ان هو عارف يتخطى شويه او يتقبل، بلاش نقول يتخطى، يتقبل الفقدان اللي حصل؟ تعالي نتفق ان في حاجة اسمها فروق فردية، يعني انا تعاملي مع المشكله او مع الموقف يختلف عن اخويا توامي اللي انا وهو مفروض مشتركين في نفس الجينات، نفس البيئه والوضع الاسري، نفس الامكانيات الماديه والمستوى الاجتماعي وكل حاجه، حتى المعامله الوالديه واحده، ولكن انا فروقي الفرديه مختلفه، انا استيعابي للمشكله مختلف، انا مواجهتي للموقف مختلفه. ففي اطفال ما بتتحط تحت ستريس، فقدت اب او ام او حصل قدامها مشكله، بتتعرض لصدمه، الصدمه دي ممكن تؤدي الى اضطرابات كلام، اضطرابات كلام وظيفيه مش عضويه، يعني مش مشكله في العضو نفسه، لا هو كان تمام بيتكلم، ابتدي في تراجع، تلعثم، ليه؟ لان انا تعرضت لموقف اكبر صدمة مني. كبيرة عليه. بالظبط. يعني يا دكتور اللي انا عايزه اوصله او اوصله يعني من حضرتك انه هو محتاج للوقت ومحتاج لتقبل الموضوع ده بشكل ومحتاج لحد يتكلم معاه دايما، يتكلم لان مع الاطفال مختص. بالظبط نفسيتها عندهم هشاشه لسه صغيرين ولو ما كبير يا يقدروش دكتور، يعني ده لو يتحملوا. طفل، لو كبير ومش عارف برضو يتخطى او ما هو يتقبل. الكبير ده اكيد
ممرش بمواقف كتيره، ما هو حسب الانسان ما بيمر بمواقف، ما هو ده مكون في الشخصيه. يعني حتى مواقف الاحباط والياس والحزن اللي انا بتعرض لها بتخليني لما ادخل مشكله تاني او اواجه نفس الموقف ده عارفه اتصرف وتاثيره عليا غير ما بكون بواجهه لاول مره. ففي ناس ممكن يكون مقفول عليها، عندهم حمايه والديه زياده، السلطه زياده في البيت، كانوا متعلقين بيهم قوي بالظبط، مقفول عليهم جدا، فما بيحتكوش باللي حواليهم، فيه يعني مقفول عليهم شويه، فتلاقي رد فعلهم غير الانسان اللي بيتفاعل في المواقف. صحيح. الاثر النفسي حتى عليه غير الشخص التاني اللي بيخش تجربه او موقف بيعرف يتصرف. صحيح. فكل انسان ليه بصمته النفسيه زي ما بيقولوا، طبعا كل انسان ليه فروقه الفرديه، خبراته اللي مر بيها، بيتعامل مع الموقف طبعا بشكل مختلف. حتى طبعا دي حقيقه.